السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا اليوم سأقترح عليكم موضوعا مميزا يتعلق أو يجمع بين درسين، الدرس الذي يتعلق بحركة الأقمار الاصطناعية والكواكب، والدرس الأول الذي سبق وأن درستموه في التحويلات النووية. إذن فهو ممتاز، فهو امتحان مميز وجميل للغاية، ارتأيت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذن على بركة الله. إذن يدور كوكب القمر حول الأرض وفق مسار نعتبره دائريا، مركزه هو مركز الأرض ونصف قطره هو آغ ودوره هو تدؤل، يعني ديال القمر دولاليون. إذن سؤال أول، ما هو المرجع الذي تنتسب أو تنسب إليه حركة كوكب القمر؟ مثل قوة جذب الأرض على القمر وأعطي عبارة شدتها بدلالة كتلة الأرض وكتلة القمر، حيث أن وثابت كذلك جذب نيوتن ونصف قطر آغ. إذن أحسب قيمة السرعة في لحركة مركز العطالة القمر أو مركز سونتر دو جرافيتي. المركبة الفضائية أبولو التي حملت رواد الفضاء إلى سطح القمر في عام 68 حلقت في مدار دائري حول القمر على ارتفاع أشأق، يفترض بفرض أن المركبة تخضع لتأثير القمر فقط. إذن ما هو المرجع المناسب لحركة المركبة أو لدراسة حركة المركبة؟ بطبق القانون الثاني بين أن عبارة سرعة المركبة حول القمر هي كالتالي، استنتج عبارة دور المركبة بدالة أش أ ونصف قطر القمر R L وكتلته وثابت الجذب العام، احسب قيمة العددية للتأ، ذكر بنص القانون الثالث لكيبلر. البقية التمرين هو استنتج مما تقدم نصف قطرين للمدار لقمر صناعي أرضي الجيو مستقر. قصد معرفة عمر القمر، ندخل في الدرس ديال النووي التحولات النووية. إذن قصد معرفة عمر القمر، أخذنا عينة من حجر قمري كتلته M إيكال أن جرام، وجد أنها تحتوي على 7.65 جرام من البوتاسيوم وحجم 8.3 ديسمتر من غاز الأرجون في الشرطين النظاميين، علما أن نواة البوتاسيوم مشعة طبيعية نصف عمرها هو كالتالي، تتحول إلى نواة الأرجون. عرف النواة المشعة، اكتب معادلة التفكك النووي، ما نمط إشعاعه وما هي خصائصه، بالاستعانة بتناقص قانون تناقص إشعاعي بين أن عمر الحجر يعطى بالعلاقة التالية، حدد عمر القمر وقارنه مع عمر الأرض الذي يساوي 4.5 مليار سنة. إذن هذه هي المعطيات. إذن تنظن بأنه تمرين شامل، إذن غصن بدأوا إن شاء الله، يمكنكم أنتم توقفوا الفيديو تأخذوا الوقت الكافي لقراءته مرة أو مرتين لتستوعبوا ما به من الأسئلة ثم تجيبون عنها. إذن الآن أنا سأمر إلى الإجابة أو الأجوبة عن هذا الموضوع. إذن بالنسبة السؤال الأول، إذن عندنا يدور القمر، إذن لابد من استعانة هنا برسم. إذن لدينا القمر، نعتبر أن هذا هو القمر، إذن فهو كوكب يدور حول الأرض، أعتذر للرسم إذا غيرنا غير التتبين للتوضيح فقط. إذن فوالا، فهو يدور حول الأرض، إذن فوالا هذا الشعاع القطر غنعتبره هو آغ. إذن أولا قلت ما هو المرجع الذي تنسب إليه حركة كوكب القمر؟ طبيعة الحال خصنا ناخذ واحد المرجع اللي هو منتسب الى الارض، مثلا غناخذ جيو سنتريك، دونك فوالا غناخذ مثلا هذا اكس واي زد وهذا. اذا فهذا هو المرجع. اذا ما هو المرجع الذي تنسب اليه حركه كوكب القمر؟ اذا نقول بان المرجع الذي تنسب اليه حركه كوكب القمر هو المرجع الأرضي المرتبط بطبيعة الحال بالأرض. إذا يمكن أن تجد بعض الكتابات أخرى، مهم الجواب سيصب في هذا القلم. إذا الآن أحسب، قال لك أحسب مثل قوى الجذب الأرض. إذا قوى الجذب الأرض نأخذ لون مغاير،
إذا بالنسبة قوى الجذب فالأرض سيتجذب عندها هذا القمر. إذا فالقوة المطبقة من طرف الأرض على القمر تبدأ انطلاقا من هنا متجهة نحو الأرض. إذا نعتبر هذه لا فورس ديالاش ديال لا تيغ سوغ لا لون. دونك فوالا قوة جذب الأرض على القمر، وأعطي عبارتها. إذا بالنسبة للعبارة تعلفونها في الدرس. إذا هذه العبارة هي اف دو تي سوغ لا لون سوغا ايتيغال كوا ان كونستونت جي لا ماس de la Terre fois la masse de la Lune sur quoi? Sur la distance qui les sépare, donc c'est R2. Et donc, il y a une chose qui est en train de se faire. Donc, on a une chose qui est en train de se faire la Lune. Et donc, on a une chose qui est en train de se faire. Elle est en train de se faire U, Terre, لون فوالا. إذا لاحظوا بأن القوة في أي اتجاه معاكس. إذا غتصبح هذه العلاقة هكذا، إذا خدينا بعين الاعتبار الشد لا فورس أي المتجهة. ولكن إذا بغينا شدة القوة، القوة بطبيعة الحال غادي نحيدوا هذاك لو فيكتور وغنديروا شدتها هي اف تي سور ال، غتكون فقط هي جي ام تي فوا ام ال سور R2. دونك فوالا شدة هذه القوة. الآن احسب، قال لك سرعة في لمركز عطالة القمر. إذا نعلم جيدا أن الدور ديال القمر لنا من المعطيات هي دو بي سور أوميغا. وسبق أن بينا في الدرس بأن السرعة فهي حركة، فهي حركة سيركولير دائرية منتظمة. وقلنا بأن لا فيتاس تربطها علاقة بين السرعة، لا فيتاس أنجولير عندنا السرعة الزاوية بالعلاقة التالية، أي أن أوميغا هي ماذا؟ هي في سور آر. فتصبح العلاقة التالية دونك تي إل سي كوا؟ سي دو بي فوا آر سور في. يعني أن في هي ماذا؟ هي دو بي آر سور تي إل. دونك فوالا هذه هي. إذا احسب قيمتها. إذا هنا أترككم بالنسبة يسوفي دو فيغ لابليكاسيون نيميريك. إذا ما كتبش لكم هنا لابليكاسيون نيميريك، عطيتكم العلاقة، ممكن تبحثوا بها استعمال آلة الحاسبة. إذا غنمر للسؤال الموالي اللي هو المركبة الفضائية أبولو التي حملت رواد الفضاء حلقت في مدار دائري حول القمر، إذا على ارتفاع أش أ. نفرض أو نفرض أن المركبة تخضع لتأثير القمر، ما هو المرجع الأساسي أو المناسب لدراسة حركة القمر؟ إذا هنا طبيعة الحال غادي ناخذ واحد ورقة أخرى. إذا عندنا هنا القمر وعندنا مركبة، إذا عندنا القمر ولا لون وعندنا واحد المركبة الفضائية مثلا، فهي تدور حول القمر. إذا عندنا الارتفاع طبيعة الحال هنا على ارتفاع أش أ. إذا فوالا، وهنا كاين الشعاع ديال لا لون. إذا المرجع المناسب طبيعة الحال في هذه الحالة غادي يكون هو المرجع المرتبط بالقمر. إذا غنقولوا بأن المركب أو المرجع كما في السؤال السابق، المرجع الذي يناسب أو المرجع الذي تنسب إليه حركة المركبة هو المرتبط، أي المركب والمرجع المرتبط بالقمر. إذا السؤال الآخر هو بتطبيق قانون ثاني نيوتن، بين أن عبارة السرعة تساوي. إذا دائما قانون نيوتن مجموعة القوى يساوي ام فوا أ. إذا بما أن المركبة تخضع فقط لجاذبية القمر، إذا نقول بأن هنا الكتلة التي نرمز إليها في ام ديال المركبة، إذا لافورس اللي عندنا هنا هي اف ديال لا لون على المركبة يساوي ام أ فوا لاكسيليراسيون. إذا عندنا اف ال سور أ طبعا الحال هي جي ام ديال لا لون فوا ام
دو A sur la distance qui les sépare اللي هي RL plus HA le tout au carré. إذن تطبيقنا لهذه العلاقة بطبيعة الحال باش نطبقوها خصنا ناخذ واحد المعلم دفريني. إذن المعلم دفريني يعني عنده فوالا U وغادي عنده هنا F N. إذن قلنا بأن الحركة ديال المركبة إذن فهي تدور حول القمر والمرجع هنا نأخذ مرجع مرتبط بالأرض، ولكن في تطبيق العلاقة ديال نيوتن ممكننا أخذ هاد لو روبير دو فريني أو لو ريفيرونسيال دو فريني اللي هو يساعدنا في إسقاط هذه العلاقة. إذن بإسقاط هذه العلاقة نقول بإسقاط هذه العلاقة في ريفيرونسيال أو في معلم فريني. إذن سور غنقولو سور ان، إذن غتصبح عندنا القوة هي جي ام ال فوا ام ا سور ار ال بلوس اش ا دونك لو تو او كاري اتيكال ام ا فوا لاكسيلاسيون نورمال. اور لاكسيلاسيون نورمال هي لا فيتيس او كاري دو لا بلانيت دو المركبة سور ماذا سور لو غيون. اور لو غيون سي توجور ار ال بلوس اش ا. إذن simple simplification غتعطينا جي ام ال، اون فا سامبليفي في طبيعة الحال هذه مع هذه و ار هنا غن سامبليفو هذه غتبقى ام ال سور ار ال بلوس اش ا غتكون هي في ا او كاري، وبالتالي في ا دونك هي ماذا هي غاسين دو جي ام ال سور ار ال بلوس اش ا. دونك فوالا نفس العلاقة اللي اثبتناها. إذا الآن استنتج عبارة دور المركبة، دور المركبة بدلالة اش ا ونصف قطر القمر ار ال وكتلته وثابتة الجذب طبيعة الحال جي. إذا هنا غناخدو كذلك ورقة جديدة. إذا تلاحظوا بأن الدور تي ا كما سبق ان اشرنا اليه سابقا هي دو بي سور اوميغا. اوميغا ديالاش سي لا ديال المركبه. اذا عندنا لا فيتيس دونك هي ار ال بلس اش ا، لا فيتيس هي ار فوا اوميغا. اذا من هنا نستنتج اوميغا ا اللي هي في ا سور ار ال بلس اش ا، وبالتالي دونك تي ا هي دونك هي دو بي المقلوب ديال اوميغا ا دونك هي ار ال بلس اش ا كو جو ديفيز بار في ا. كونيسون لا فالور دو في ا دونك ستادير اون ا ديجا كالكولي في ا سي لا راسين دو جي ام ال سور ار ال بلس اش ا. دونك ستادير كو تي ا دونك هي دو بي ار ال بلس اش ا فوا المقلوب ديال في ا اللي غادي يكون هو ماذا هو ار ال بلس اش ا كو جو ديفيز بار جي ام ال. بمعنى دونك هي دو بي غادي نحاول ندخل هاد لو تيرم غندخلو لداخل الجذر فيصبح اوكاري مع هذا غادي اس 3. دونك نظن بان هاد الامور راه سبق لكم غادي يكون الاستاذ ديالكم موضحها لكم. دونك غنتمنى ار 3 سور جي ام ال. دونك فوالا la période T. Donc voilà la période T. الآن voilà احسب قيمة T. إذن بالنسبة l'application numérique donc je vous laisse le soin de le faire vous-même en appliquant vous avez toutes les données seulement il faut faire très attention aux unités par exemple R, L ou H, il faut le convertir en mètres. Alors je passe maintenant à ذكر بنص قانون ثالث لكيبلر. إذا بالنسبة لهذا السؤال الأسئلة ديال الدرس نظن بأنكم يمكنكم ترجعوا لها، ولكن كل ما أعطيكم إشارة وهو أن لا بيريود أو كاري سور لو غيون ديال الدائرة دائما إتين كونستونت كو جابيل كا
دونك هذا هو القانون الثالث ديال نيوتن ديال كيبلر عفوا. يمكن لكم ترجعوا ليه بطبيعه الحال. اذا بالنسبه لنا حنايا احنا بالنسبه لنا في هذا التمرين يعني ان تي ا او كاري سور لو غيون هو ار ال بلس اش ا اس 3 اتين كونستانت ك. اذا سولونا هذا السؤال باش نوجدوا استنتج مما تقدم نصف قطر للمدار للقمر الصناعي يعني الفوتوفي اخ. اذا من خلال هذه الكتابه هذه اللي كتبت دابا ساعيدها عندنا دونك تي ا او كاري سور ار ال بلس اش ا على بويسونس 3 ايتين كونستانت ستادير كو تي ا او كاري نورمالمون est égal d'après ce que nous avons déjà trouvé. On a trouvé c'est égal à 2π, donc on va dire il y a 4π au carré fois RL plus HA à la puissance 3 sur GML. Donc on a dit, donc ça veut dire tout simplement que TA, si je divise par RL plus HA à la puissance 3, ça restera 4π au carré sur GML. Donc d'après la décrivation ici, n'est autre que la constante K. Et donc, من هنا نستنتج RL plus HA à la puissance 3, ça sera donc égal à TA sur 4 pi au carré. Donc, RL plus HA donc RL plus HA à la puissance 3 est égal à TA sur donc est égal à TA que je multiplie si vous voulez parce que ça donc à des TA fois GML donc on a RL sur GML voilà ça donne TA si je me trompe pas donc je vais le faire autrement si vous voulez pour ne pas se tromper donc on a TA fois GML donc est égal à quoi est égal à 4 pi au carré fois RL plus HA à la puissance 3 donc c'est à dire que RL plus HA à la puissance 3 donc ce sera TA fois GML que je divise par 4 pi au carré donc il faut aussi donc il faut on a oublié donc GML alors c'est-à-dire pour nous ça c'est R donc c'est-à-dire que R donc si je vous trouvez R donc ça c'est égal à R donc R ça sera la racine cubique de tout ça donc c'est la racine cubique de TA GML sur 4pi au carré donc voilà on a trouvé petit R donc il suffit de faire votre application numérique. الآن غنمر المحتوى الثاني المتعلق بالتحولات النووية. إذا السؤال الأول عرف النواة المشعة دونك تبقى هنا أسئلة ديال الدرس. ممكن نقول بأن النواة المشعة هي نواة غير مستقرة تتفتت تلقائيا لإنتاج نواة مستقرة إذا بطبيعة الحال مع إصدار طاقة إذا هذا أسلوب شخصي ولكن ممكن توجدوا في الدرس هناك أسلوب آخر يمكنكم تستعينوا به في إجابة عن هذا السؤال. إذا السؤال الثاني هو اكتب معادلة التفكك النووي. إذا معادلة التفكك أعطونا بأن البوتاسيوم 19 كارون يتفكك إلى تعطينا لارغون 18 بلس 40 دونك vous pouvez mettre X Z A. إذا باش نلقاو هاد لابارتيكول هادي باش نديرو تطبيق قانون صودي دونك تطبيق قانون صودي
يمكن أن نقول بأن كارونت تساوي كارونت بلوس أ، وعندنا ديزنوف إيغال أ ديزويت بلوس زد، دونك ستادير كو أ إيغال أ زيرو إي زد إيغال أ أن، دونك يساجي بيان دو إكس باسكو عندها زيرو أو زد إيغال عفوا أن و أ إيغال أ زيرو، دونك هادي شناهي هي الإلكترون بيان سور أ زيرو. دونك غنرجعو نديرو لا رياكسيون، دونك هي ك 19 40، دونك سا نو دون لاغون 18 40 بلوس الالكترون 1 0، وتنظن بان هذا النمط فهو نمط بيتا بلوس، تعرفوه جميعا. يمكن لكم ترجعوا للدرس ديالو وتعرفوا اشنا هي الخصائص ديالو. اذا كتب المعادله. اذا السؤال الثالث 4 3 بالاستعانه بقانون التناقص الإشعاعي بين أن عمر الحجر يعطى بالعلاقة التالية. إذا سنكتبه، إذا نعلم جيدا أن القانون ديال التناقص الإشعاعي ماذا يقول؟ يقول بأن ان دو تي إتيكال ان زيرو ليكسبونسيال دو موا لاندا تي. إذا هذه العلاقة خصكم تحفظوها مزيان. إذا اللي طبقناها على نواة ديال البوتاسيوم، دونك عطينا هي ان زيرو ديال البوتاسيوم بيان سور فوا ليكسبونسيال دو موا لاندا تي. إذا نعلم جيدا أنه في اللحظة تي تساوي الصفر، دونك هذا الحجر فهو كان يتكون من ماذا؟ من لارغون وكذلك من البوتاسيوم. دونك من خلال هذه العلاقة يمكن استنتاج العلاقة التي طلبت منا، بمعنى أن الإكسبونسيال دو موالان دا تي حسب هذه العلاقة سي كوا؟ سي إن دو كا دو تي سور ان 0. اوتومون دي الى درت ليكسبونونسيال دو لاندا تي اللي هو مقلوب ديال هذه غيعطينا هو ماذا؟ هو ان 0 سور ان ك دو تي. اور ان 0 دونك قلنا هي ان دو لارغون بلوس ان دو ك سور ان دو ك، دي ستادير كو ليكسبونونسيال دو لاندا تي دونك ان دو ك سور ان دو ك دونك سي 1، وغتبقى ان دو لاغون سور ان دو كا. اذا دخلنا الان من جهتين دونك غتبقى عندنا لاندا تي ايتيغال ان دو ان بلوس ان دو لاغون سور ان دو بوتاسيوم، وبالتالي تي دونك هي ان سور لاندا ان دو ان بلوس ان اغون سور ان دو كا. دونك فوالا علاقه بطريقه سهله. الان دائما تخلي لابليكاسيون نيميريك، لان ما استعملش لابليكاسيون نيميريك ما عنديش الوقت باش ناخذ الحاسبه. على كل المهم خليتكم مع ديروا لابليكاسيون نيميريكم سهله، لان ما يهمني الان هو كيفيه تمرير هذه العلاقات وتبريرها. اذا الان من بعد ما جاوبنا على هذا السؤال قال لك حدد عمر القمر. اذا عمر القمر وعاد قارنه مع عمر ديال الارض. اذا خاصنا طبعا الحال ناخذو نستعملو الآلة الحاسبة، لأن باش غنقارنو خاص نحسبوها تنظن. إذا غنجيو غنقولو شنا هو تي اللي وجدنا دابا. إذا تي قلنا هي أن سوغ لاندا قلنا إلان دو أن بلوس أن دو لاغون سوغ أن دو بورتاسيون. إذا ما نساوش بأن تي ان دو ميل عطاونا هي ماذا؟ هي ال ان دو دو سوغ لاندا، وبالتالي لاندا غتكون هي ال ان دو دو سوغ تي ان دو ميل. وفي هذه الحالة تي دونك المقلوب غادي يكون هو تي ان دو ميل سوغ ال ان دو دو فوا ال ان دو ان بلوس ان دو لاغون سوغ ان دو بوتاسيوم. دونك تطبيق غديرو التطبيق العددي. إذا ما نساوش بأن لو نومبغ دو نوايون دو لاغون، لاغون إتان دونك هو نورمالمون هو عدد النواة ديال لاغون هو إن ديال لاغون فوا نومبغ دافوغادرو. كذلك بالنسبة عدد النواة ديال البوتاسيوم هو إن ديال البوتاسيوم نومبغ دو مول فوا إن أ. إذا لو نومبغ دو مول هو لا ماس البوتاسيوم سور لا ماس مولير فوا ان ا. اذا بالنسبه لهنايا
عندنا هذا إيثان غاز جو بو نستعملو العلاقة بأن نومبغ دو مول هو لو فوليوم دو غاز سوغ لو فوليوم مولار كو جو ملتيبي بار ان أ. وبهذه الحالة ممكن غنديرو ان أ سوغ أرغون سوغ ان أ، غتبقى لنا هاد العلاقة أون فاسامبليفي بار ان أ، ونوجدو بطبيعة الحال لو طون. إذن فوزالي فيغ فوطر أبليكاسيون نيميريك pour déterminer had le temps. On va dire qu'on va le temps de la Terre. Donc le temps de la Terre, donc on a trouvé cette donnée, c'est 4,5 milliards bien sûr d'années. Alors il faut le comparer avec le temps que vous avez trouvé, c'est-à-dire temps de la Lune. Donc vous allez le retrouver et vous allez comparer ce temps-là par rapport au temps de Terre. Et je pense que le temps de la Terre le temps de la Terre le temps de la Terre radicon très supérieur, si vous voulez, radicon très supérieur au temps ديال لا لون. إذن هذا في نظري غتلقاو هاد الريزلطا هادي بطبيعة الحال، ربما يكون أكثر من 10 مرات سي فور بوسيبل. إذن فوالا هذا هو التمرين، تنصحكم باش تعاودوا هاد التمرين هذا وتقاسموه مع الأصدقاء ديالكم. واللي بغى تمارين صعيبة شوية ممكن يدخل عندي القناة ويمشي ديريكتومون لا بلاي ليست كونسيغنو لا ميكانيك، سواء قانون لا دوزيام لوا دو لا ديناميك. Vous pouvez trouver un certain nombre de problèmes, bien sûr, plus ou moins difficiles. Alors, ashkurkum ala intibahikum, atamanna lakum haddan sa'idan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.